مشاهدينا ولتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الخشاشنا الأمين العام لوزارة البيئة. أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني ما الأمور التي تقوم اللجنة الآن بدراستها لإعادة ترسيم حدود محمية ضانة وأيضا طبيعة المعايير التي ترتكز عليها؟ شكرا لقناة المملكة على إثارة هذا الموضوع للوقوف على حيثيات تشكيل هذه اللجنة. كما أشرت له في نشرة الأخبار أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، وجاء تشكيل هذه اللجنة الفنية لتنفيذ هذا القرار. وزارة البيئة بطبيعة الحال تنظر إلى الأمور بشكل متوازن بين الحفاظ على المحمية والتنوع الحيوي فيها وبين ما تسعى إليه وزارة الطاقة، وهو استكشاف وتعدين معدن النحاس في تلك المحمية. نحن في وزارة البيئة كما أشار كتاب التكليف سنقوم بتحديد المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعديم في المناطق المستهدفة. بطبيعة الحال لم تجتمع اللجنة بعد، الاجتماع الأول سيكون يوم الأحد إن شاء الله. سوف نضع خارطة طريق لعمل هذه اللجنة في خلال شهر إن شاء الله. سنقف على إمكانيات تعديل حدود هذه المحمية بناء على المعايير البيئية، بناء على الحيثيات التي ستقدمها وزارة الطاقة والخبراء الذين تضمهم هذه اللجنة، من حيث الدراسات التي أجريت بالفعل والكميات إذا ما كان هناك كميات مؤكدة للنحاس. من جانب آخر سوف نقوم بدراسة الوضع البيئي من الناحية البيئية ومن ناحية حماية عناصر التنوع الحيوي في المحمية. يجب أن ننظر، من واجبات هذه اللجنة أن تنظر إلى الموضوع بشكل متوازن يحافظ على التنوع الحيوي، وبنفس الوقت أن ننفذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل حدود المحمية تمهيدا لعمليات الاستكشاف والتعدين لمعدن النحاس. نعم دكتور محمد، اليوم يعني طبيعة يعني التخوفات التي لربما تتشكل اليوم عند وزارة البيئة وأيضا الخطوط الحمراء. نعم، يعني نحن ننظر للموضوع بكل موضوعية وبكل توازن كما أسلفت. الخطوط الحمراء أن نحافظ على البيئة والتنوع الحيوي الذي لا يضر باستدامة وعمل هذه المحمية بشكل أساسي. سنقوم بوضع الخطوط الحمراء، هي وضع المعايير البيئية الصارمة لعمليات الاستكشاف والتعدين، وألا نتساهل في تطبيقها عندما نقوم بعمليات الاستكشاف أو التعدين بأي جزء من أجزاء المحمية إذا ما تم ذلك. نعم دكتور محمد، يعني أنت ذكرت يوم الأحد سيكون أول اجتماع لكم، طب متى من المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة، وهل هناك سقف زمني أيضا لعملها؟ نعم، أعطي لهذه اللجنة شهر حتى تقوم بالتنسيب ما تتوصل إليه إلى من خلال وزير البيئة الذي سيقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بمخرجات عمل هذه اللجنة بالمهام أو حسب المهام التي أنيطت فيها، وهو دراسة موضوع تعديل المؤقت للمحمية حسب الإحداثيات التي وردت من وزارة الطاقة، إضافة إلى تحديد المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين، والبحث عن أي مناطق شبيهة مجاورة للمحمية تمهيدا للتنسيب بضمها للمحمية إذا ما تم تعديل حدود المحمية. نعم دكتور محمد، يعني بخصوص المساحة التي ستجرى عليها الدراسة. والله لحد الآن احنا يعني لم نحصل، يعني خلينا نقول او سنقوم بزيارة ميدانية. نعم. سنطلع من خلال الاحداثيات. نحن يعني المحمية اكثر حوالي 300 كيلومتر، أعتقد أن المساحة المطلوبة حسب كتاب وزارة الطاقة حوالي 60 كيلومتر. سنطلع فيما إذا كانت، لأن المحمية بحد ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هي الحدود الخارجية للمحمية أو ما يسمى البفر زون أو طبقة الحماية، والطبقة أو الجزء المتوسط، والجزء A أو الجزء الحي في المحمية.
يعني سنحاول ألا نقترب من هذا الجزء الأساسي الذي يشكل فيه بؤرة التنوع الحيوي، ولكن قد يكون هناك إذا يعني تكون الأمور أسهل عندما نتحدث عن منطقة الحماية للمحمية أو بما يسمى المنطقة الخارجية أو البفر زون، سنقوم بالكشف على هذه المحمية برفقة أعضاء اللجنة، وسنطلع على الواقع، وبعد ذلك إن شاء الله سنقوم ببحث الأماكن التي سيتم التعديل فيها بعد الاطلاع على دراسات التي أجريت من خلال وزارة الطاقة. بكل الأحوال سنقوم بطلب دراسة تقييم أثر بيئي شامل لكافة حدود المحمية، حتى لو تم الاستكشاف أو التعديم في أي جزء منها سيكون هناك إجراءات بيئية صارمة، وستعمل وزارة البيئة على تنفيذها بشكل محدد وصارم. نعم دكتور، يعني بسؤال أخير، إذا كانت نتائج بخصوص الدراسة حول الوضع البيئي في المحمية، هل هناك إمكانية أن توصي يعني اللجنة بعدم يعني ترسيم حدود المحمية وأيضا عمليات التنقيب؟ مثل ما حكيت لك في البداية، سنقوم بدراسة الموضوع بشكل متوازن، سنطلع على الدراسات التي أجريت من خلال وزارة الطاقة فيما يتعلق بمخزون كميات النحاس ويعني موثوقية هذه الدراسة، معنا خبراء يعني في مجال التعدين ومعنا بنفس الوقت خبراء في مجال التنوع الحيوي. سنقوم بالتوازن، سنقوم بتقييم هذه الأرقام التي اللي هو سنطلع عليها، إذا ما كانت اللي هي موثقة جدا سنعمل اللي هو على التعامل معها، إذا لم تكن كذلك سنطلب اللي هو قد يكون مزيد من الدراسات حتى يتم توثيق هذه الأرقام بشكل جيد أو تمهيدا لتعديل حدود المحمية إذا ما كانت هذه الأرقام موثوقة وتشكل يعني جدوى جيدة للتعدين. ولكن إذا لم يكن كذلك فأعتقد أن الخيارات مفتوحة للجنة لطلب المزيد من الدراسات. طبعا كل هذا يجري بالتوازي بطلب أو بوضع المعايير البيئية التي سنطالب بتنفيذها على أكمل وجه بكل الأحوال. كل التوفيق لكم دكتور، ونحن ننتظر يعني نتائج هذه الدراسات. إذن الدكتور محمد الخشاشنة الأمين العام لوزارة البيئة، شكرا جزيلا لك.